فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ذكرتم حفظكم الله بأن كل ما خلق الله فإنه خدمة للإنسان. سخر لكم والذي خلق لكم ما في السماوات وما في الأرض. فالله نعم سخره للإنسان، وش هنا في هذا الكون ما هو لخدمة الإنسان؟ نعم. ثم يقول حفظك الله، يقول: فهل يجوز بناء على هذا استخدام الجن المسلم من أجل إبطال السحر؟ هذا ما يجوز، الاستعانة بالجن والغائبين والأموات ما يجوز. الاستعانة بالمخلوق الحي الحاضر القادر على إعانتك لا بأس، أما أن تستعين بميت، تستعين بغائب ما هو عندك، جني أو ملك أو أي شيء، تستعين بمن لا يقدر على ما تريد، كل هذا لا يجوز. نعم.